بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقائنا اليوم إن شاء الله تعالى حنتحدث عن الشابتر 2. هذا الشابتر بتناول القياسات في الكيمياء measurements in chemistry. القياسات طبعا معروف أنه تلزم في جميع نواحي الحياة. مثلا لو أنت كنت في منجرة، النجار يحتاج بجانب الهمر وجانب الدريل وبجانب التولز اللي بيستخدمها، ايضا بيستخدم الرولرز اللي هي المسطرة للقياسات عشان يعمل، مثلا بيستخدم الستريت ايدجز، بيستخدم التي سكويرز. ايضا التولز هذه ممكن تستخدم في نواحي الحياة المختلفة، الكهربائي يحتاج إلى القياسات، الفيزياء يحتاج إلى القياسات، الكيميائي. أي أن القياسات مهمة في جميع نواحي الحياة، في جميع نواحي الحياة. حنتحدث الآن عن measurement systems اللي هو أنظمة القياس. في عندنا نظامين من أنظمة القياس، في نظام English system والمتريك سيستم، يعني نظام الانجليزي في القياس والنظام المتري في القياس. وهذا النظام المتري هو النظام العالمي في القياس. وكل سيستم من هذه الأنظمة له وحدات خاصة به، له وحدات خاصة به. لكن ما هو القياس في الأصل؟ ماذا نعرف القياس؟ بنقول measurements هي عبارة عن is the determination of dimensions, capacity, a quantity, or extent of some things. يعني الميجرمنتس هي عبارة عن تحديد الأبعاد، سواء كانت الكباسيتي اللي السعة، سواء كانت الكميات، سواء كانت أي أشياء أخرى. طبعا لما اقول في عندي النظامين اليونايتد اللي هو الانجليش سيستم، هذا اول واحد، والنظام الثاني اللي هو المتريك سيستم، كل واحد له يونتس محددة وبيتعامل معه. مثلا لو جبنا، لو تكلمنا عن النظام الانجليزي، حنقول والله فيه الوحدات بتتضمن الانش، بتتضمن الفوت، تضمن الباوند. اذا انش، فوت، باوند، البوصة يعني القدم، الباوند اللي هو الرطل، الربع الكوارتز، بتضمن الجالون في الحجوم. ايضا نظام المتري له وحدات، من اهم هذه الوحدات الجرام، المتر واللتر، هذه هي الوحدات. اذا كل نظام من هذا الانظمة له وحدات خاصة به. طبعا زي ما انت ملاحظ، عشان اكلمك عن اهمية الوحدات، هنا طبعا اللافة او اليافطة بتبين لك اللي هو المسافات بالكيلومتر وبالميل، بالكيلومتر وبالميل. انا 3 ميل، انا 5 كيلومتر، 9 ميل، 14 كيلومتر، 26 ميل اللي هو 42 كيلومتر، وهكذا. اذا اهمية القياس حتى في الحالة العامة في المواصلات ومعرفة المسافات بين المدن وبين الدول وهكذا. كمان بتلاحظ انه مثلا الانظمة اللي كانت شائعة قبل النظام المتري كان النظام الانجليزي، وبتلاقي انه كثير من القياسات الى يومنا هذا احنا بنتعامل بالنظام، في جزء منه بالنظام الانجليزي. حتلاحظ مثلا لو قلت الجالون، يعني في الحجوم لليوم مستخدم الجالونات، لليوم مثلا مستخدم الأنصة في الأوزان في الذهب،
وغيره والإنش الموجودة في أدوات السباكة وغيره، كل هذه اللي هو قياسات من النظام الإنجليزي وبقيت إلى اليوم في النظام الإنجليزي. طبعا النظام المتري حنلاحظ أنه طبعا كتب الكتاب اللي هو أمريكي بيتكلم عن النظام في أمريكا، أنه بدأوا يميلوا حتى في السوفت درينكس اللي هي المشروبات أنه يكتبوا عليها بالنظام المتري، زي 1 لتر 2 لتر 3 لتر للعبوة الواحدة. إذن بدأوا يستخدموا النظام المتري أكثر منهم في النظام الإنجليزي. طبعا ليش إحنا بنقول والله النظام المتري أفضل من النظام الإنجليزي؟ طبعا هنا بنقول the metric system is superior to English system، يعني أفضل النظام المتري أفضل من النظام الإنجليزي، لأنه النظام المتري فقط لما أنت بدك تحول من وحدة إلى وحدة، مثلا من سنتيمتر إلى متر إلى كيلومتر، فقط إنه إحنا اللي بنعمله اللي هو تحريك الفاصلة العشرية. إذا بنقول English unit interrelationships because the metric system is a decimal unit system. إذا بيعتمد المتريك سيستم على اللي هو الفاصلة العشرية، يعني فقط احنا ما بنغير في قيمة الوحدة القياسية زي النظام الانجليزي، لا احنا فقط بنحرك الفاصلة العشرية، وهذا طبعا ايسر علينا انه احنا نحول من وحدة الى وحدة اخرى في النظام. إذن in the metric system conversion from unit size to another can be accomplished simply by moving the decimal point on the right or left an appropriate number of places. لذلك المتريك سيستم is simply more convenient to use، يعني اكثر النظام المتري اسهل في عملية انه احنا نستخدمه عنه في النظام الانجليزي. الان نتكلم عن النظام المتري metric system units. نشوف ايش هو النظام المتري او ما بنسميه اللي هو النظام العالمي. في النظام المتري طبعا بنستخدم احنا قياسات زي اللينث والماس والفوليوم and so on، يعني بنستخدم أنظمة الأطوال، الكتل، الحجوم وهكذا. مثلا لما نيجي نتكلم عن النظام المتري بنتكلم في حاجة اسمها البريفكس هذه اللي هي المقدمة بتاعت الرقم. يعني اقول مثلا كيلو سكند، كيلو متر، كيلو وات. اذا كلمة كيلو تعني 1000، اذا كيلو هنا تعني 1000، كيلو تعني 1000. إذن البريفكس كيلو تعني 1000، فقط يدل على قيمة عددية، يدل على قيمة عددية. فممكن استخدم كيلو للزمن، بقول كيلو سكند، ممكن استخدم اللي هي تساوي 1000 ثانية، يعني تساوي 1000 سكند 1000 ثانية. ممكن أقول كيلو وات في الطاقة، كيلو وات. ممكن أقول كيلو كالوري أيضا في الطاقة أو في الكهرباء والطاقة، كيلو كالوري. similarly prefix نانو، برضو البريفكس لما أقول نانو always means one billionth أو billionth، one billionth بليون، يعني 1 بليون. بقول نانو متر في الأطوال، أقول نانو متر 1 billionth of meter، نانو جرام 1 billionth of gram،
نانو لتر، نانو لتر 1 billionth of liter. إذن البريفيكسز هذه سواء كان الكيلو أو النانو أو الميكرو أو الديسي، كل هذه بريفيكسز مقدمات تعني رقم محدد، تعني رقم محدد للوحدة اللي احنا بنستخدمها في عمليات القياس. انا بدي اقيس المسافات، بدي اقيس الزمن، بدي اقيس الحجوم، بدي اقيس الاوزان او الكتل، اذا بحط كلمة كيلو، اذا كيلو او نانو او ميكرو وهكذا. نيجي ناخذ مثال على هذا الامر. مثلا لما using table 2.1 اللي هو هذا التيبل الموجود قدامي، استخدم التيبل 2.1، استخدم التيبل 2.1، هاي التيبل 2.1. هذا التيبل طبعا انت هتستخدمه. write the name of the metric system prefix associated with the listed power of 10 or the power of 10 associated with the listed metric system prefixes. اذا الان هو اعطاك prefixes، اعطاك prefix المقدمة زي النانو والميكرو والديسي، واعطاك ايضا الارقام associated with the list power of 10. هذا الباور اوف 10 associated with the list metric system prefixes. نيجي ل مثلا الاول، هذا كلمة نانو او المقطع نانو، prefix نانو ايش تعني؟ the prefix نانو denotes 10 to power minus 9، 10 to power minus 9 يعني 1 billionth. اذا النانو قيمته 10^9، 10^9 نانو متر، نانو سكند، نانو كذا، اذا تعني 10^-9، اذا 1 billion. نيجي للبريفكس مايكرو، the prefix micro denotes 10^-6. لما نقول مايكرو بأعني 10^6، إذا 1 millionth. The prefix DC denotes 10^-1، 10^1، 1/10. أعكسها مرة ثانية، أقول 10^3، 10^3، 1000، إذا 1000 يعني 1000 is donated by the prefix كيلو. اذا 10^3 معناها كيلو. 10^6 1 million is donated by the prefix ميجا. اذا لما اقول لك الميجا، الميجا معناها 10^6. 10^9 1 billion is donated by the prefix جيجا، 10^9 تاني جيجا. ناخذ مثال اخر ايضا، برضو استخدم التيبل اللي هو الان انا حابين لك اياه، واكتب اللي هو المتريك سيستم بريفكسز اسوشيتد وذ ليست باور اوف 10 اور ذا باور اوف 10 اسوشيتد وذ ذا ليستد متريك سيستم. الملي تعني 10^-3، البيكو تعني 10^-12، الميجا تعني 10^6. ايضا 10^-6 ايش البريفكسز تاعها؟ مايكرو. 10^-2 البريفكس تاعها سنتي. 10^-1 البريفكس تاعها دي سي. الجدول اللي احنا تكلمنا عليه التيبل هو هذا التيبل انت شايفه، هذا هو التيبل. اذا اعطاني البريفكسز، بعدين اعطاني السيمبل، بعدين اعطاني الماثيماتيكال مينينج اللي هو المعنى الرياضي بتاعها. اذا اول حاجه في قسمه لقسمين الجدول، ملتيبلايز اللي هي كميات المتضاعفه، والفراكشنز اللي هي الكميات المجزأه،
الكميات المجزأة. يعني هنا الأضعاف أقول جيجا الرمز السم بتاعها جي كابيتال لتر. الماثماتيكال مينينج تعني 1 بليونث اللي هو 10 to power 9. اذا جيجا تعني 10 to power 9. الميجا ام كابيتال لتر تعني 10 to power 6. الكيلو تعني كي سمول لتر تعني 10 to power 3 اي 1000. هنا الفراكشنال بارتس اللي هي الاجزاء الدي سي، وهتلاحظ هنا بالسالب، يعني هذا كله بالموجب، القيم بالموجب 10 و9 10 و6 10 و3، لكن هنا القيمه باللي هو السالب، هنا القيمه كلها بالسالب. الدي سي هنا دي سمول بالسالب تعني 10 to power minus 1 1/10 1/10. السنتي سي سمول تعني 10 to power minus 2 100. طبعا هنا 0.1 هنا 0.01. الملي ام تعني 10 to power minus 3 1000 0.001. المايكرو ميو اللي هو اللفظة الإغريقية هذا إغريق ميو يعني تعني ميو 10 to power minus 6 1 million 0.000001. النانو ان سمول لتر وتعني اللي هو 10 to power minus 9 1 billionth. والبيكو بي سمول لتر وتعني 10 to power minus 12 1 trillionth. الان حنقول المتريك لينث يونتس. المتريك لينث يونت يعني وحدات الطول في النظام المتري. وحدة الطول في النظام المتري اللي هو ايش؟ المتر. المتر وهو عبارة عن ام سمول لتر. ايش تعريف المتر؟ is the base unit of length in the metric system. هو عبارة عن الوحدة الأساسية في النظام المتري. وهذا خاص بالنظام المتري، في الوحدة الأساسية للنظام المتري في الأطوال طبعا في اللينث. إذا الوحدة الأساسية في الأطوال احنا اعتبرناها المتر. اللي بقابلها بالنظام الإنجليزي اللي هو اليارد. اليارد اللي هو 1 متر equals 1.09 yards. يعني كل 1 متر في النظام المتري بيساوي 1.9 ياردة في النظام الإنجليزي. وحنشوف طبعا اللي هو في الجدول القادم حنشوف كيف احنا ممكن نحول من نظام الى نظام اخر، يعني نحول من نظام الانجليزي لنظام المتري ومن نظام المتري الى نظام الانجليزي. لما اقول الوحدة الاساسية في هذا النظام للاطوال له المتر، معناه الان انا بثبت المتر كوحدة اساسية. لما انا بدي اقيس مسافات اكبر بقول كيلو متر، يعني 1000 متر، يعني 1000 متر. لما اقيس وحدة اصغر بقول سنتيمتر واقول نانو ملي متر اللي هي الوحدات الاقل من المتر. اذا يبيج بضاعف المتر لما بدي انا اخذ يعني كميات اكبر في الاطوال، او اخذ اللي هو كميات اقل في الاطوال. اذا كميات اكبر اذا المتر هنا لاحظ انه المتر هنا ثابت، كلمة متر ثابتة، وهنا كلمة متر ايضا ثابتة، كلمة متر ثابتة وكلمة متر ثابتة. فكيلو متر يعني 1000 متر. لما بدي اقلل اقول سنتيمتر اقل من المتر، ملي متر اقل من المتر، وهكذا. المتريك ماس يونتس برضو الوحدات الأساسية للنظام المتري بالنسبة للكتل اللي هي أنا بعتبرها الجرام.
الجرام الوحدة الأساسية. إذا الجرام جي small letter is the base unit mass of the metric system. إذا النظام المتري اعتمد الوحدة الأساسية في نظامه بالنسبة للكتل اللي هو الجرام. ليش الجرام؟ الانجليش سيستم طبعا بيستخدم الأونصة والباوند. الأونصة لوجية والباوند اللي هو ايش الرطل، لوجية والرطل. اذا النظام المتري بيستخدم في المقابل للكتل اللي هو الأونصة اللوجية اللي احنا بنقول عنها، او الباوند اللي هو ايش اللي عبارة عن الرطل. It takes approximately 28 grams of equal 1 أونصه. يعني الأونصه الواحدة بالنظام الإنجليزي بتساوي بالمقابل بتاعها تقريبا 28 جرام، أو بتساوي 454 grams to equal 1 pound. يعني الباوند الواحد، الرطل الواحد بيساوي مقابله بالنظام المتري 454 جرام. يعني ما يسمى اليوم بنظرنا او بحديثنا في لغة المقاييس اللي هو نص كيلو، تقريبا اقل من نص كيلو. يعني الرطل بالمفهوم الانجليزي اللي هو اقل من نصف كيلو، اللي هو نصف كيلو 500 جرام، هذا 454 جرام. الان لما نقول جرام اللي هي الوحدة البيزك سيستم، البيزك سيستم في النظام الانجليزي بالنسبة للماسز، لما نقول ملي جرام، لما اقول كيلو جرام، اذا جرام اصبحت هي ايش الكلمة البيزك الأساسية في عمليات القياس. ما علي لأضيف البريفكسز، إما أقول ملي بجرام ثابتة أو أقول كيلو بجرام ثابتة. لكن لازم كمان نلاحظ حاجة مهمة جدا، إنه في فرق بين المصطلحات الماس والويت، في فرق بين مصطلحات الماس والويت. يعني لما نقول هذا الجسم كتلته 10 كيلو جرام، ولما نقول هذا وزنه 10 كيلو جرام، كل واحدة تعني معنى، كل واحدة تعني معنى. ما هو الكتلة؟ إذا الكتلة هي عبارة عن is a measure of a total quantity of matter in an object. يعني هو الكتلة مقياس ما تحتويه المادة، مقياس ما تحتويه ايش المادة. هذه هي الكتلة. لكن الويت يختلف، الويت هو مقياس لقوة الجاذبية المؤثرة على الجسم، قوة الجاذبية المؤثرة على الجسم. يعني لو قلت انه كتلة انسان على سطح القمر بيساوي 60 كيلو، طب وزن الانسان على سطح القمر بيساوي 10 كيلو. ليه؟ لانه بيساوي السدس. الوزن هنا له علاقة بجرافيتيشنال فورسز، بقوة الجاذبية، والجاذبية على القمر هي سدس الجاذبية على الارض. اذا الوزن على القمر هو سدس الوزن على الارض، هو سدس الوزن على الارض. لكن كتلة الكتلة لا تتأثر بقوة الجاذبية، إنما الكتلة ما يحتويه الجسم من مادة، ما يحتويه الجسم من مادة. يعني هذا الآن كتلته أو كتلته 60 كيلو على الأرض، ولما يطلع القمر برضو ما اختلفتش الكتلة، هو نفسه، لأنه مقدار ما يحتوي الجسم من مادة والجسم لم يتغير، فظلت الكتلة 60. لكن اللي تغير وين؟ اللي تغير عبارة عن الوزن، اللي تغير عبارة عن الويت فقط. اذا الويت هو اللي تغير، الويت هو ايش اللي تغير، لانه الويت له علاقة بقوة الجاذبية. طبعا بالنسبة للحجوم،
بالنسبة للحجوم هنلاحظ انه المتريك فوليوم يونتس للحجوم في النظام المتري هو عبارة عن اللتر. عبارة عن مين؟ عبارة عن اللتر. لاحظ عبارة عن اللتر. إذن اللتر هنا اللي هو الوحدة الأساسية المعتمدة في النظام المتري بالنسبة للحجوم. بالنسبة للحجوم إذن the liter L capital letter is the base unit of volume in the metric system. The abbreviation for liter is the capital L. الكابتل إذا بستخدم الكابتل L rather than lower case يعني ما بستخدمش L small letter بستخدمش L small letter بستخدم L capital letter في هذه الحالة. Liter is the volume equal to occupied by a cube that is 10 centimeter. اللي هو طبعا الليتر عبارة عن حجوم والحجوم عبارة هو عبارة عن كيوب مكعب. المكعب له طول وعرض وارتفاع. له طول عرض وارتفاع. إذا 1 لتر equal volume of a cube with 10 centimeter edges equal 10 centimeter times 10 centimeter times 10 centimeter equal 1000 كيوبيك سنتيمتر 1000 كيوبيك سنتيمتر. ليه؟ لانه احنا بنحسب الحجم من خلال الكالكوليتد باي ملتيبلاينج لينث تضرب الطول تايمز ويدث تايمز هاي طول في عرض في ارتفاع. اذا هنا طول في عرض في ارتفاع بيساوي اذا الواحد لتر بيساوي 1000 سنتيمتر مكعب 1000 سنتيمتر مكعب. اذا اقول 1 ملي لتر لما انا احسب الحجوم بالملي لتر بيساوي تماما كيوبيك سنتيمتر. اذا يا بقول 100 ملي لتر او بقول 100 كيوبيك سنتيمتر ده سيم. يعني لو قلت هنا 100 كيوبيك سنتيمتر ايضا ايكوال 100 ملي لتر. اذا ملي لتر وكيوبيك سنتيمتر ده سيم ان وحدات تعبر عن نفس القيمه وحدات تعبر عن نفس القيمه. اذا كل واحد ملي لتر بيساوي 1 كيوبيك سنتيمتر. اذا لو انا قلت 1000 ملي لتر معناه هو 1000 سنتيمتر مكعب او لو قلت 100 ملي لتر معناه هو 100 سنتيمتر مكعب وهكذا. واحيانا نستخدم ملي لتر واحيانا نستخدم كيوبيك سنتيمتر واحيانا نستخدم كيوبيك سنتيمتر. اذا عشان هيك بنقول ده يونس ملي لتر اند كيوبيك سنتيمتر ار ذا سيم نفس الشيء. يعني هذا وهذا نفس الشيء. بنستخدم في العملي المل يعني لما اقول ملي لتر is used for volumes of liquids and gases. يعني في الغالب انا بستخدم الوحدة ملي لتر في الحجوم لما انا بقيس الليكويدز والجازز. وانا بستخدم السنتيمتر في الغالب كيوبيك سنتيمتر في الحجوم تاعت مين الصوليدز في الحجوم تاعت المواد الصلبة. لكن هذا الكلام ليس على يعني ليس على التقييد بمعنى انه انا ممكن في الحجوم استخدم كيوبيك سنتيمتر فيش مشكلة عندي. يعني ممكن استخدم اروح اقول بدل ما اقول ملي لتر اقول كيوبيك سنتيمتر بتفرقش فيش مشكلة يعني. لكن بعموم القول بنقول انه الملي لتر بستخدمها في الليكويد والجازز والسنتيمتر المكعب استخدمها في السوليدز استخدمها في السوليدز. الليتر اند كوارتز هاف ابروكسيميتلي ذا سيم فوليوم. طبعا الليتر والكوارتز هذول وحدتين في نظامين مختلفين هذا النظام المتري وهذا النظام الانجليزي لكن الاثنين تقريبا متساويين. ليش؟ لانه كل واحد لتر بيساوي عندي 1.06 كوارتز. كوارتز معناه الربع
في النظام الإنجليزي الربع، ربع الجالون الربع. أيضا the milliliter and deciliter، deciliter بارمز إلها DL، هذه deciliter are commonly used in the laboratory، يعني عادة إحنا في المعامل بنستخدم الوحدات، إما بستخدم milliliter أو بستخدم deciliter، ML اللي هي milliliter أو بستخدم deciliter في الوحدات الموجودة عندي في المعامل. والديسيليتر بيساوي تماما، الديسيليتر بيساوي عندي 100 مليليتر، بيساوي 100 مليليتر أو ممكن أعبر عنه 0.100 لتر، 100 لتر اللي هو 100 على 1000 بيساوي اللي هو 1 من 100 لتر. إذن كل واحد ديسيليتر بيساوي 100 مليليتر أو بيساوي 0.100 من اللتر. طبعا هنا بالجدول هذا بس عشان يوضح لك أنه في النظام الصحي إحنا بنستخدم في الغالب الملي جرام لكل ديسيليتر، ملي جرام لكل، لاحظ مثلا الكالسيوم والفوسفيت والبن وغيره من اليوريك أسيد وهكذا، استخدم هنا قيم، القيم هذه استخدمها بوحدات الملي جرام لكل ديسيليتر، ملي جرام لكل ديسيليتر. او جرام هنا لكل ديسيليتر، جرام لكل ديسيليتر بتكون الوحدات اكبر شوي وهكذا. هذا في النظام الصحي. اذا the use of the concentration unit milligrams per deciliter is common in clinical laboratory reports dealing with the composition of human body fluids. Exact and exact numbers. الآن نتكلم عن اللي هو الأرقام الدقيقة وغير الدقيقة. Exact number رقم دقيق. لما نقول exact number ماذا أعني به؟ إذن the exact number هنا is the number whose value has no uncertainty associated with it, that is it is known exactly. هذا exact number. هذا الرقم الدقيق. The exact number is a number whose value has a degree of uncertainty associated with it. اذا لما اقول exact number معناه ما فيش no uncertainty، معناه no uncertainty يعني ما فيش اي ابهام في الرقم. يعني لما اقول ال one dozen have 20 objects، يعني الدزينة الوحدة بتتضمن 12 قطعة، زي مثلا اقول دزينة الكوبايات، دزينة الفناجين، بتعني 12 قطعة. اذا هذا اسمه exact number، يعني ما بقدرش اقول 12 واثنين من عشرة، 12 واثنين من عشرة. ليه؟ لانه ماذا تعني 2 من عشرة؟ تعني يعني ايد الفنجان يعني. وبالتالي لا يمكن انه انا استخدم الفراكشن فيه. اذا هذا اسمه exact number. Exact number. أقول 12 objects in dozen, not 12.01 or 12.02. يعني بقدرش أقول 12.1 من 100 أو 12.2 من 100. ماذا تعني؟ إذن لا تعني شيء. إذن الرقم الصحيح هذا اللي هي عبارة عن كمية محددة. لما أقول مثلاً ال
الكاونتينج مثلا 7 بيبل، 7 اشخاص ان روم في الغرفه، 7 اشخاص في الغرفه. But not never 6.99 or 7.03. اذا بقول 7 اشخاص موجودين عندي في الغرفه، لكن مش ممكن اقول في عندي 6.99% شخص او 7.3% شخص. اذا ما يصيرش exact number. اذا الناقص او الزايد يعني ايش؟ ناقص ايد ولا ناقص رجل ولا ايه؟ اذا ما ينفعش. اذا هو 7 رقم حقيقي. كذلك السيمبل فراكشنز ايضا تعتبر ارقام حقيقيه، 1/3، 3/5، 5/4 وهكذا، هذه ارقام. اذا هذا مفهوم الاكزاكت نمبر. اما الانكزاكت نمبر في حاجه، في نسبه من الانسرتينيتي اللي هي الابهام، في نسبه من الابهام يعني مش متاكد تماما هو قديش. اذا بنقول inexact number results any time a measure is made it is impossible to make an exact measurements. Some uncertainty would always be present. لاحظ عندي اللي هو وحدات القياس، وحدات القياس مثلا لما اجي اشوف السكيلز، اجي اشوف السكيلز or lake skills يعني المهارة او عدم المهارة الموجودة by a person using measuring devices all، يعني لما انت بدك تيجي تقيس اي شيء على المسطرة مثلا، لما تيجي تقيس اي شيء على المسطرة معناه مش حيكون هناك في دقة دقيقة جدا. هذا الكلام اللي هو ببينه القياس اللي هان. لاحظ اطلع هذا المثال، يعني انا بدي اقيس هاي المسطرة مثلا، بدي اقيس القياس اجهان، شايف؟ طبعا الان قديش القراءة هذه، 1 2 3، التلاتة هذه اكيد هي تلاتة لانه يعني ارقام صحيحة. لكن لما اجي اشوف بعد هيك، طب هنا مش الرقم مش واضح عندي. ممكن واحد يجي يقول هذا 3.7، ممكن واحد يقول 3.6، ممكن واحد يقول 3.8. اذا الريدز از 3.7، اذا هذا في الرقم 2 اللي هو الثلاثة ثابت هذا معروف، لكن السبعة هذا هي اللي فيها الاختلاف. ممكن واحد يقراها 7 وممكن واحد يقراها 73%، واحد يقراها 8 وهكذا. اذا كل واحد ممكن يعطيها قراءة، ممكن كل واحد يعطيها قراءة حسب ما يشوف. اذا هنا بنقول الرقم 7 هذا inexact number او uncertain. uncertain هذا الرولر ايه؟ الرولر ايه؟ الرولر بي هي نفس القياس، لكن هنا لما نحط لك التقسيم يعني قسمه، انا مش ملاحظ انه السنتي مش مقسم الى ملي، هنا قسم السنتيات لملي. فلما 1 2 3 3 وعد من هنا، هي 3.5، 3.6، 3.7، لكن اجت بعد السبعة يعني اجتهد وقال 4، اجتهد ايش وقال 4. الان السبعة اللي هي حقيقية، لكن الاربعة هي مبهمة، لانه ممكن تكون 4 وممكن تكون 5 وممكن تكون 6، يعني ست مثلا 75%، 76%، 77%. اذا بدقة تماما مش معروف قديش، بدقة تماما مش معروف كام. اذا هذا هو ايش؟ الابهام. هذا هو الابهام اللي احنا بنقول عنه. اذا لو انا بدي اجي اقيس الرقم، يعني احط كمان رقم بعد الاربعة، اقول والله الاربعة هذه قول صحيحة، بدي احط رقم بعد الاربعة، اقول اربعة وهذه فيها 3 او فيها 5 او فيها كذا، اذا حيكون القياس في الرقم الاخير دائما مبهم. رقم القياس في الرقم الاخير ايش؟ حلاقيه مبهم. اذا هنا بقول لك نوت هاو بوث لينث ميجرمنتس رولر 1 اند رولر بي كونتين سم ديجيتس اول ذوز اكسبكت ذا لاست 1. يعني هنا موجود فيها ديجيتس ما عدا الأخير that are exactly known and one digit
the last one that is estimated يعني مقدر, يعني the last one الرقم الأخير هو رقم تقديري احنا اجتهدنا فيه بالتقدير, لكن هو قد لا يعني هذا الرقم. اذا هذا الرقم تقديري وليس رقم ديفينيت يعني رقم محدد تماما. اذا هو رقم ماله, رقم تقديري, يعتبر رقم تقديري. اذا لما نقول عنه استيميتد نمبر ده رقم تقديري. اذا ذا لاست وان, لاحظ ذا لاست وان الرقم الاخير او الديجيت الاخير يعتبر استيميتد, يعتبر استيميتد. Only one estimated digit is ever recorded as part of a measurement. It would be incorrect for scientists to report that the length of the object in figure 2.5. هاي الفيجر هذا 2.5, لاحظ is اللي بتكلم عليها هنا 3.745 سنتيمترز ار ريد باي يوزنج رولر بي. يعني انت بتقراها رولر بي ممكن تقرا هذا الرقم. اذا اخر رقم دائما بيكون هو رقم ماله uncertain او estimated. estimated يعني هو رقم ماله رقم تقديري. the value 3.745 contains two estimated digits, the 4 and 5. هذول الاثنين حسميهم استيميتد, ارقام تقديريه. هذول الاثنين ارقام مالهم تقديريه, ارقام تقديريه. فوراً indicates measurements with less uncertain than what actually obtained with the particular measuring اللي هو devices. هذا الكلام حي خلينا ننتقل لحاجة اسمها significant figures اللي هي الأرقام المعنوية. significant figures الأرقام المعنوية, وبأقصد بالأرقام المعنوية هي عبارة عن digits in a measurement that are known with certain plus one digit that is estimated. أو بمعنى آخر بنقول the number of significant figures all certain digits plus one estimated digits. يعني هو جميع الأرقام الحقيقية زائد الرقم التقديري, هذه تعتبر إيش significant figures هذه الأرقام المعنوية. إذا significant figures are the digits in measurements that are known, يعني هي عبارة عن الديجيتس المقاسة اللي إحنا عارفينها المعروفة إلنا, certain plus the one digit that is estimated. يعني جميع الأرقام الحقيقية والcertain المعروفة عندنا بالإضافة إلى الرقم التقديري. إذا number of significant figures جميع الأرقام certain زائد الرقم التقديري. جميع الأرقام certain يعني لو قلت مثلا هنا كم رقم significant figures, هقول إنه في عندي أربعة أرقام significant figures زي ما حاجة أشرحه في إن شاء الله في ال بعد شوية أو في المحاضرة القادمة حسب ما أشوف. الآن أنا بدي أتكلم عن الجايد ليست فور ديتيرمينينج سيجنيفيكانت فيجرز, ما هي الإرشادات والخيوط والخطوط العامة اللي إحنا والقواعد يعني اللي إحنا حنمشي عليها عشان نقول والله هذا هذه الأرقام هي أرقام معنوية أو أرقام غير معنوية. في عندي مجموعة قواعد. أول قاعدة من هذه القواعد in any measurements يعني all non-zero digits are significant, جميع الأرقام اللا صفرية تعتبر أرقام معنوية. جميع الأرقام اللا صفرية تعتبر أرقام معنوية, يعني زي ما قبل شوية أنا قلت لك مثلا زي الرقم هذا, الرقم هذا فيه أرقام صفرية ما فيش ولا صفر فيه, عشان هيك بقول جميع هذه الأرقام هي أرقام معنوية. الرقمين هذولا 2.5 هي أرقام معنوية significant figures. ليش؟ لأنه ما فيش فيها أصفار, ما فيش فيها أصفار.
إذن جميع الأرقام اللا صفرية تعتبر أرقام معنوية. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية بتتضمن A و B و C. طبعا القاعدة الثانية بتتضمن من A و B و C اللي هي عبارة عن الحديث عن الصفر الأصفار، الحديث عن الأصفار. ممكن يكون هذا الصفر زي ما انت شايف هنا جاي بعد الديسيمال بوينت، هذه اسمها الفاصلة العشرية، هذه الفاصلة ايش العشرية، هذه الفاصلة العشرية. اذا zeros may or may not be significant، يعني ممكن يكون الاصفار تعتبر ارقام معنوية significant or non significant او مش ارقام معنوية. ايش اللي بيحدد هذا الكلام؟ can be used in two ways، one to position and decimal point، يعني ممكن الصفر يحدد البوزيشن تاع الديسيمال بوينت، يعني موضع الفاصلة العشرية، يعني هو وجوده هنا عشان يحدد موضع الفاصلة العشرية بس. اذا مدام وجوده هنا حدد موضع الفاصلة العشرية ملوش دور تاني، اذا هذه الارقام سواء الزيرو اللي هان او مجموعة الزيروز الموجودة هان لا تعتبر ارقاما معنوية. اذا عشان نعد العدد الارقام المعنوية هذه 3 significant figures، هذول الثلاثة والواحد والأربعة والواحد، هذه الأرقام المعنوية. في المثال الثاني هنقول الأربعة والثمانية هي أرقام معنوية، إذن عندي هنا 2 significant figures. طب كل الزيروز هذه لا تعتبر؟ نعم لا تعتبر significant figures. طب إيش دورها؟ دورها إنها هي تحدد موضع اللي هو location of decimal point، موضع الفاصلة العشرية، تحدد موضع الفاصلة. هذه اسمها الضوء، هذه اسمها الفاصلة العشرية، وهذول عشان يحددوا موضع الفاصلة العشرية. اذا الليدنج زيروز، اول حاجة في القاعدة الليدنج زيروز اللي هو الزيرو اللي موجودين في المقدمة، those at the beginning of a number are never significant، يعني هذه الاصفار اللي هي في مقدمة الرقم لا تعتبر ارقام معنوية، او الاصفار في مقدمة الرقم لا تعتبر ارقام معنوية. النوع الثاني من الأصفار confined zeros، أي الزيرو المحصورة بين أرقام معنوية، those between non-zero digits are always significant، يعني الزيرو هذا، هاي الزيرو زي ما أنت شايف محصور بين أرقام لا صفرية، محصور بين أرقام الثلاثة مش صفر والستة مش صفر. إذن الصفر المحصور ما بين أرقام لا صفرية يعتبر رقم معنوي. إذن عدد الأرقام المعنوية هنا عندي كديش؟ أربعة، واحد اثنين ثلاثة، هاي أربعة. إذن هنا four significant figures اختلف عن الرقم الرقم اللي هان، الاثنين هذول جاب لك المثالين في بعض، هاي الصفرين هذولا بش أرقام معنوية لأنهم خاضعين للقاعدة الأولى leading zeros، الصفرين اللي هنا خاضعين للقاعدة الثانية، إذن الاثنين هذول يعتبروا أرقام معنوية. إذن هعد عدد الأرقام المعنوية، واحد اثنين ثلاثة أربعة أرقام معنوية four significant figures. القاعدة الثالثة بتقول trailing zeros اللي هو الزيروز الموجود على اليمين الفاصلة العشرية، يميني أنا طبعا للفاصلة العشرية decimal point، then those at the end of a number are significant in decimal point is present، يعني الأرقام الموجودة هيها على يمين الفاصلة العشرية يعتبر significant figures. إذا عدد significant figures واحد اثنين ثلاثة أربعة، هنا عدد significant figures برضو جاب المثال اللي جاب القاعدة الأولى، والقاعدة رقم واحد، والقاعدة رقم اثنين، والقاعدة رقم ثلاثة جابهن في نفس هنا قديش عندي significant figures؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. هذا إذا هذا أول شيء بيمثل القاعدة الأولى، لأنه هنا عشان أوضح موضع الفاصلة العشرية، هنا بين رقمين اللي هو المثال رقم أو القاعدة رقم اثنين، هنا القاعدة رقم ثلاثة trailing zero اللي هو الزيرو الموجود في نهاية النمبر، الزيرو موجود في نهاية النمبر. إذن هذا حصل أو مثل القواعد الثلاثة.
trailing zeros, those at the end of a number are not significant if the number leaks, if the number leaks, هذه طبعا خد بالك منها, an explicitly down decimal point. يعني لاحظ قال لك انه الزيروز اللي في نهاية الرقم في هذه القاعدة لا تعتبر أرقاما معنوية, والسبب في ذلك إنه ما فيش ديسيمال بوينت. لاحظ هنا في كما, هنا في كما, ما فيش ديسيمال بوينت. عشان هيك بنقول إنه جميع الأرقام اللي على اليمين هنا لا تعتبر significant figures. إذا كم عندي significant figures؟ 1, 2. إذا لاحظ الفرق بين هذا الرقم والفرق بين هذا الرقم. هنا الرقم 59 لكن في فواصل هنا, لكن هنا في 56 وفي ديسيمال بوينت, فاصلة عشرية, فاصلة عشرية هنا. هذا بالعربي احنا بنسميها الفاصلة, لكن بالانجليزي ديسيمال بوينت اللي هي الدوت, النقطة, هذا هي الدوت, هي الفاصلة. لكن هنا بحطوها عشان يفصلوا كل ثلاث أرقام عن بعض. يعني هاي ثلاث أرقام فصلوها بكما, ثلاث أرقام فصلوها بكما. إذا هذه الكما أو ما فيش ديسيمال بوينت من المرة, إذا الأرقام الصفرية كلها هذه لا تعتبر أرقام معنوية. عشان هيك بنقول عندي اثنين رقم معنوي اللي هي مضللين, هذولا التضليل بالأزرق ده هو عبارة عن مين؟ عبارة عن الأرقام المعنوية بس. إذا has two significant figures. لما أجي أتحدث عن المثال اللي بعده برضو هقول في عندي three significant figures, لانه الزيرو هنا برضو ما فيش ديسيمال بوينت, ما فيش ديسيمال بوينت. ما دام ما فيش ديسيمال بوينت اذا اي زيرو بيقع على الطرف معناه هذا غير معنوي, لكن الزيرو بيقع بين ارقام نان زيرو ديجيتس بيعتبر رقم معنوي. اذا هذا الصفر يعتبر رقم معنوي لانه واقع بين رقمين نان زيرو ديجيتس. اما الرقم الاخير هذا التيرمينال الطرفي, الرقم الطرفي هذا او الزيرو الطرفية هذه لا تعتبر significant figures لانه ما فيش عندي decimal point, فيش عندي decimal point. طبعا لازم نلاحظ هنا, نيجي ناخذ الامثلة هذه. المثال الاول هنا في decimal point, اذا الزيرو هذا يعتبر رقم معنوي. اذا كم ديسيمال, كم significant figures عندي؟ 5. اذا 5 significant figures has an uncertainty of tenths. هنا عندي لاحظ اربعة ارقام, الثلاث ارقام الاولى تعتبر 3 significant figures لكن الرابع لا. ليش؟ لانه ما فيش decimal point. إذا هنا 3 significant figures has an uncertainty in the tenth place. طبعا النقاط هذه حارجع لها بعد شوية, اللي هي يعني هذا بمثل ال uncertainty حتمثل 1/10. ال uncertainty هنا حتمثل اللي هي طبعا هقول 0 1, هنا 1, هنا 0 0 1, وهكذا. إذن هنا 3 significant, إذن هنا 10th بالعشرات تعتبر uncertainty بالعشرات, هنا تعتبر uncertainty بالتنث بليس, هنا تعتبر uncertainty بالثاوزنث بليس, يعني 1/1000. إذن هذه الثلاث أرقام معنوية لكن ثلاث أصفار لا تعتبر, إذن 3 significant figures. حنيجي في المثال الموجود عندي هنا نوضح الكلام اللي قلناه من شوية. For each of the following measurements, give the number of significant figures present and the uncertainty associated with the measurements. يعني القاعدتين, القواعد اللي احنا اخذناها بالنسبة للsignificant figures والuncertainty بدنا نحددها في الأرقام الموجودة عندها. أول حاجة الآن بدك تطلع في decimal point ولا ما فيش decimal point. هنا في decimal point وهنا في decimal point, لكن هنا في كما وهنا ما فيش خالص. اذا بدنا نشوف الارقام قديش عدد الارقام المعنوية. اذا انت في اللحظة هذه حتيجي تعد معايا عدد الارقام المعنوية, حتقول 1 2 3 4 5 6. اذا في عندي 6 ارقام معنوية, في عندي 6 significant figures, في عندي 6 significant figures زي ما انت شايف, 6 significant figures.
طبعا هذا خضع للقاعدة اللي هو رقم 3، اللي هي القاعدة اللي هي رقم ايش الترايلينج، اللي هو في السي الترايلينج هنا الطرفية زي ما هذا المثال، هاي المثال هنا نفس العملية، هذه طرفيات وهي على يمين الفاصلة، إذا تعتبر significant figures، إذا عدد significant figures هي عدد مجموع هذه الأرقام بما فيها الأصفار. طيب الأنسرتينتي قديش حساوي؟ عندي كم زيرو؟ عندي 2 زيرو، إذا حيكون هنا الأنسرتينتي بلس أور ماينس 01، بلس أور ماينس 01 يعني بعد عدد الأرقام وبحط واحد، يعني هنا رقم وبعدين يجي واحد، إذا هنا الأنسرتينتي، أنسرتينتي إذا 01 بلس أور ماينس دوت 01. نيجي للرقم اللي بعده، نيجي للرقم اللي بعده، الرقم اللي بعده عندي كم significant figures، عندي كم significant figures، أي في عندي هذول الأصفار لا يعتبروا significant figures لأنه حسب القاعدة الأولى إنه هذول بحددوا location of decimal point، إذا عندي 3 و 1 هم significant figures، هم فقط significant figures. إذا في عندي رقمين significant figures زي ما أنت شايف، إذا هنا عندي 2 significant figures are present because leading zeros، لأنه هذه أرقام leading zeros are never significant figures. لما أجي أحدد الأنسرتينيتي أقول بلس أور ماينس 0.0001، لأنه عندي أنا أربع أرقام، إذا أقول 0001 إذا هذا عدد الأنسرتينيتي. نيجي للرقم اللي هان عدد significant figures 1 2 3، لكن الصفرين هذول لا يعتبروا significant figures. السبب في ذلك إنه ما فيش عندي decimal point، ما فيش عندي أنا decimal point، ما دام ما عنديش decimal point إذا الجميع الأرقام فقط الأول والثاني والثالث فقط هم اللي حيكونوا عبارة عن الأرقام المعنوية. طيب الآن لما أنا أجي أحدد قديش عندي الأنسرتينيتي، طبعا الآن الأرقام هنا ما فيش ديسيمال بوينت، إذا الوضع حيختلف عندي، إذا هنا عندي 3 significant figures، الأنسرتينيتي in the hundreds place plus or minus 100 يعني حيساوي بلس او ماينس 100، بلس او ماينس 100 ليش؟ لانه عندي الثلاثة هذول significant figures، significant figures اذا حيكون بلس او ماينس 100 اللي هو 100. الارقام اللي عندي هنا برضو 3 significant figures، حيكون 3 significant figures زي ما انت شايف، اذا حيكون 3 significant figures، الانسرتينيتي تاعته تعتبر بلس اور ماينس 1، بلس اور ماينس 1 ليش؟ لانه عندك هنا الثلاث ارقام، الرقم الاخير، الرقم الاخير طبعا بعتبر انه هو فيش وراء اي صفر، هنا لما قلت 100 كان الرقم الاخير وراء صفرين عشان هيك قلت 100، هان الرقم الاخير فيش وراه ولا صفر عشان قلت بلس او ماينس 1 بس، بلس او ماينس اللي هو 1. نيجي ناكد المعلومات اللي اخذناها في المثال الان مره اخرى، هانا جاوب معي قديش عندك significant figures احسب لي اياهم، حتقول لي هذا بيخضع للقاعده رقم 1، ايش هي القاعده رقم 1؟ جميع الأرقام اللا صفرية تعتبر أرقام معنوية أي significant figures، قديش عددها؟ 5. طيب قل الأنسرتينيتي تاعتك قديش الأنسرتينيتي الإبهام في هذا الرقم، حتقول لي بعد الفاصلة في 0 1، إذا بعد الفاصلة بلس أو ماينس 0.01 بس. هنا قديش عدد significant figures؟ حتقول لي 4، أي 1 2 3 4، 1 2 3 4 تمام. طيب قديش الانسرتينيتي؟ هتقول لي الانسرتينيتي 0.0001، 0.0001
في المثال سي عدد الأرقام المعنوية هنا أربعة. قديش الأنسرتينتي بيساوي 10 بلس أور ماينس 10، لأنه هنا ما فيش ديسيمال بوينت. هذا الرقم أيضا ما فيش ديسيمال بوينت، إذا عدد الأرقام المعنوية فيه 3 بس، 3 الأصغر هذه اللي تعتبر أرقام معنوية أنها موجودة هنا إيش الكما. طب الأنسرتينتي قديش بيساوي 1000000، إذا يساوي بلس أور ماينس 1 مليون. برضو نتابع في الأرقام المعنوية، لكن في الحالة هذه بدي أشوف الماثماتيكال أوبريشنز تاعت الأرقام المعنوية، ماثماتيكال أوبريشنز العمليات الحسابية تاعت الأرقام المعنوية، بمعنى كيف أجمع وأطرح وأضرب وأقسم الأرقام المعنوية. طبعا العملية هذه بسيطة جدا وحنشوف كيف احنا حنتعامل معها، لكن قبل انه احنا منشوف الماثماتيكال القاعدة الماثماتيكال في عمليات الادد والسبستراكتد والمالتبلايد وديفايدد، بدنا نشوف ايش هو مفهوم الراوندينج of numbers، يعني اللي هي الأرقام، تقريب الأرقام كيف نقرب الأرقام. لو كان عندي رقم فوق الخمسة بأقربه إلى واحد، لو كان أقل من خمسة بهمله. إذن أول قاعدة في قواعد rounding off is the process of deleting unwanted non-significant digit from calculated numbers. There are two rules for rounding off numbers. موجود عندي قاعدتين في من القواعد. If the first digit to be deleted is 4 or less, simply drop it and all the following digits. For example, the number 3.724567 becomes، هذا الرقم حيصير عندي لانه انا حاخد الان 3 significant figures، باعتبار حاخد 3، حقرب لثلاث ارقام، حقرب الى ثلاثة ارقام. بدك تاخد الرقم الاول والثاني والثالث، هذه الثلاث ارقام حناخدها خلصنا منها، الباقي حنيجي نحط خط هنا ونشوف اللي بعد الخط، الخط الوهمي اللي بعد الاثنين وبين الاثنين والاربعة، الخط الوهمي. اذا قبل الخط الوهمي كله حنأخده اللي هي الثلاثة والسبعة والاثنين، حنأخده نكتبه في الرقم البعد الاثنين حنشوف قديش. هنا أربعة، إذن أربعة حكنسلها، إذن مش حتدخل في الحساب، إذن حيكون عند الرقم becomes 3.72. If the first digit to be deleted in is 5 or greater, the digit and all that follow are dropped and the last retained digit is increased by 1. خد الارقام هذه بدي اقرب الى ثلاث ارقام معنويه، يعني انا طالب منك اقرب الى ثلاث ارقام معنويه، اذا خد اول ثلاث ارقام مين؟ هي واحد، هي اثنين، هي ثلاثه. بعد الثلاثه بشوف هي اكبر من خمسه ولا اقل من خمسه، اذا هي اكبر من خمسه، اذا معنى ذلك حقربها الى واحد، اذا حيصير 5.01. هذه عمليات ايش؟ التقريب اللي احنا بنتعامل معها. هنا بقول لي round off، قرب الارقام الاتية لرقمين two significant figures، يعني بدي اخد رقمين بس two significant figures. هنا عندي كم significant figures؟ واحد، اثنين، ثلاثة، اذا انا بدي اخد منهم اثنين بس، هاي واحد، هاي اثنين. طيب حيجي بعدهم السبعة، اذا السبعة هذه اكتر من خمسة، اذا حتتقرب، اذا حصير السبعة هنا حتقرب الى واحد، حيصير ستة، اذا الرقم الصحيح حيصير اللي هو 26. هنا بدي اقرب الى ثلاث، الى رقمين برضو، هاي واحد، هاي اثنين. طيب اللي بعد الرقمين اللي هو الأربعة والثلاثة، هذول هو الرقمين اللي حاخدهم. طب بعد الرقمين هذول اللي حاخدهم، يا ترى الرقم الثالث
قد ايش؟ 2. اذا 2 مش اقل من 5، اذا حكنسله، اذا حيكون فقط الرقم significant figures 0.43 بس. هي 0.43. نشوف هنا بدي اقرب الى رقمين، هاي واحد هاي 2، هاي واحد هاي 2، لكن لاحظ انه انا ما فيش عندي مين ديسيمال بوينت زي هنا وهنا في الرقمين، هنا في عندي فاصلة عادية، اذا فيش ديسيمال بوينت. اذا اللي حيصير انه الارقام هذه كلها حتتحول الى اصفار 0000. اذا حيكون الرقم 430,000، حيصير عندي 430,000 بالتقريب، لانه هنا ما فيش عندي انا ايش اللي هو فاصلة عشرية. نشوف الرقم اللي بعده الان 13.500. الان بدي اخد اول رقمين، هاي اخدت اول رقمين، اجي الرقم الثلاثة، الرقم الثلاثة هذا اللي هو عبارة عن 5، اذا قربه لواحد، اذا حيصير هنا 4 4، وبعدين حيأخذ انا 0 0 0، هاي 14 صارت 0 0 0، اذا 14,000. ناكد كلامنا في المثال اللي بعده راوند نمبر برضو الى 3 significant figures، هنا بده اياك تحاول تقرب لثلاث ارقام، هاي 1 هاي 2 هاي 3، بعدين اجي بعد الفاصل يقرب، نعم يقرب الى 1، اذا يصير 4 3 3 4 3 3. نيجي للي بعده ناخذ 3 significant figures، طبعا هذا مش significant، الرقم الزيرو هذا عشان يبين موضع الفاصلة العشرية، اذا هاي 1 2 هاي 3، اذا خد لعند الواحد، اذا 3 3 1، والسبعة هذه تقرب الى 1، اذا يصير 3 3 2 3 3 2، هاي 3 ارقام معنوية. نيجي للي بعده برضو نقرب الى 3 ارقام 1 2 3، اذا بعد 2 اللي هو السبعة، السبعة تقرب الى 1 يصير 1 6 3 0 0 0 1 6 3 0 0 0. نيجي الرقم اللي بعده اخذ 3 ارقام 6 وال5 وال2، اللي بعده طبعا 3، اذا لا تقرب، اذا حنقول فقط الرقم عندي 6 5 2 0 0. الان الكلام اللي قلت لك حاجيله بعد شوي ان شاء الله هو هذا الكلام الاوبريشنال رولز، اللي هو عمليات الجمع والطرح والقسمه والضرب للأرقام المعنوية. القاعدة ببساطة شديدة جدا دون ما أشوف الكلام هذا كله، لأنه أنتوا طبعا يعني حتشوف الإنجليزي كلام كتير وتقول كيف بدي أقرأ، لا خد الكلمتين البسيطات اللي أنا بعطيك إياهن وإن شاء الله حتكون إيش افهمت. الآن اطلع علي في عمليات الملتبليكيشن ديفيجن، هنا اللي هو عملية الضرب والقسمة، الأمثلة حتصير الضرب والقسمة. هنا نشوف الضرب والقسمة، حتيجي أنت تعد عدد الأرقام المعنوية في كل الأطراف، اللي هي كل الأطراف قبل عمليات الضرب أو قبل عمليات القسمة. إذا هنا كل الأطراف كم significant figures موجود عندي؟ 1 2 3 4. هنا كم significant figures عندي؟ 1 2 3. إذا هنا عندي 3 أرقام. الان لما اضربهم على الكالكوليتر هذول الاثنين حيعطوني هذه الاجابه، هذا الكالكوليتر انسر، حيعطيني هذه الاجابه على الكالكوليتر، لكن يا ترى انا اخذ منهم كم رقم؟ اللي بحدد اني قد بحدد الاجابه عندي هو ايش؟ هو اقل ارقام معنويه موجوده عندي. هنا قديش عدد الارقام المعنويه عندي؟ 4. هنا قديش عندي؟ 1 2 3. اذا هنا عندي 3، اذا مين اكبر، الاربعه ولا الثلاثه؟ اقول الاربعه اكبر، الثلاثه هي الاقل، اذا الثلاثه هي اللي حتحدد لي الاجابه، ثلاث ارقام معنويه حتحدد لي الاجابه. بمعنى اخر ان حاخذ اول رقم وثاني رقم وثالث رقم، وبعدين احط خط وهمي هنا، اللي بعد الخط الوهمي اذا كان 5 وفوق حقربها، اذا كان اقل من 5 حكنسلها. طبعا الواحد هنا اقل من 5 اذا حكنسله، اذا حيطلع الكوريكت نمبر انسر 15.5، حيطلع 15.5. إذن 3 significant figures وفقا لمين؟ إذن الثلاثة هذا significant figures وفقا لأنه في العملية الماثماتيكالز عندي ثلاثة أرقام معنوية، ثلاثة أرقام معنوية.
واللي بينطبق على المالتيبليكيشن بينطبق على الديفيجن، بينطبق على عملية القسمة. إذن بحدد، إذن القسمة والضرب بحددها قاعدة واحدة، إنه إحنا بنستخدم أقل أرقام معنوية هي اللي بتحدد الإجابة. أما بالنسبة إلى الجمع والطرح الأديشن أند سبتراكشن، اللي بحدد المسألة هو أقل أرقام بعد الفاصلة، أقل أرقام بعد الفاصلة. يعني قال لي خذ الرقمين هذول واجمعهم. طبعا انت حتيجي تجمع الرقمين 9.333 بلس 1.4، طبعا لاحظ انه الديسيمال بوينت تحت الديسيمال بوينت مباشره في عمليات الجمع. وبعدين تيجي تجمع، اول حاجه هي 3، وبعدين هي 3، بعدين 3 و4 هي 7، وبعدين الديسيمال بوينت تحت الديسيمال بوينت، وبعدين 9 و1 هي 10. إذن هذه هي الإجابة، لكن هذه الإجابة على الكالكوليتر أنسر. طب قديش يا ترى إنه أنا ممكن أخد؟ طبعا اللي حيحدد إلي اللي هو أقل رقم، هنا قديش بعد الفاصل العشري في عندي 3 أرقام، هنا قديش بعد الفاصل العشري في عندي رقم 1. إذن اللي بحدد الإجابة فقط الأقل أرقام بعد الفاصل العشري اللي هو الرقم الموجود قدامي هذا بس. إذن حيكون بعد الفاصلة العشرية رقم 1، إذن حقول 10.7 بس، إذن حاخد أدورة. حاجة تطلع على اللي بعده 3، هل يا ترى 3 يعني هي يعني تقرب؟ هي لا تقرب في الحقيقة، إذن حيبقى الرقم كما هو 10.7. إذن الآن certain digit اللي هو 10th. طبعا هنا المثال عشان أأكد المعلومة السابقة بقول لك perform the following computation expressing your answers to the proper number of significant figures. يعني اشتغل العمليات هذه وقربها إلى أقرب رقم في مناسب في الأرقام المعنوية. خذ الاثنين هذول أول عملية ضرب وضربهم على الكالكوليتر، هاي ضربناهم على الكالكوليتر طلع الإجابة هذه. الآن عندي قديش أنا عدد significant figures هنا؟ في عندي هنا 5 وعندي هنا قديش 2، إذا الاثنين هم اللي حيحددوا اللي هو الإجابة. إذا حتأخذ إيش هاي أول رقمين، حتأخذ أول رقمين. إذا أول رقمين هنا زي ما أنت شايف، خذ الرقم الأول والرقم الثاني. هاي الرقم الأول لأنه هذا مش رقم معنوي الزيرو زي ما اتفقنا عليه زمان. إذا خذ الرقم الأول والرقم الثاني، إذا 1 و4 0.014. البعد الفور اللي هو قديش بيجي رقم 1، اذا رقم 1 لا يقرب، اذا تبقى الاجابة 0.0.01. هذا correct answer. نيجي للعملية رقم 2 اللي هو البي، هذا عملية قسمة. عملية القسمة برضو هنا عدد الارقام المعنوية 4 وهذا عدد الارقام المعنوية 4، قسم الاثنين على بعض حيطلع عندي هذا على الكالكوليتر انسر، هذا الكالكوليتر انسر رقم كبير زي ما انت شايف. طيب كم رقم بدي اخذ منه؟ بدي اخذ منه 4 ارقام بس، اذا حقول 1 2 3، هاي 4. الـ 9 الـ 6 هذه وراها 9، التسعة تقرب الى 1 انه حيصير عندي الرقم اللي هو 697.7، هذا الكوريكت انسر. نيجي للرقم اللي بعده، هذا برضو ضرب. عدد الأرقام المعنوية عندي هنا 4 وعندي هنا 4، كويس. إذن لما أجي أضرب الاثنين في بعض حيعطيني 24، حيعطيني قديش 24. طيب وعندي الأرقام المعنوية أنا 4، إذن إيش أعمل؟ إذن لازم أقول 4.00 عشان يصير 4 أرقام معنوية. لكن لو كتبت فقط 24 زي الإجابة، إذن هنا في عندي رقمين معنويين، لكن أقل أرقام معنوية موجودة عندي 4، إذن لازم أخليه يساوي 4 أرقام معنوية، إذن حضيف له اللي هو الصفرين بعد الفاصلة. اجمع الأرقام هذا على الكالكوليتر أنسر بيساوي 11.2، 11.2.
طيب كم عدد الأرقام بعد الفاصلة اللي هو رقم واحد، وهنا رقم واحد وهنا رقم واحد بعد الفاصلة؟ إذن هاي يصير رقم واحد، إذن الإجابة هي كده صحيحة كما هي، ما فيش أي تغيير فيها. المثال اللي بعده، اطرح الاثنين من بعض. هذا الكالكوليتر الآن صار بيساوي 3.87%. أقل رقم معنوي بعد الفاصلة رقم واحد، إذن لازم يكون عدد الأرقام المعنوية بعد الفاصل واحد. إذن هنا بعد الفاصل اللي هو إيش؟ واحد، اللي هي عبارة عن 8. هاي 8 حطيناها، لكن 7 هذا تقرب إلى واحد حصير 9، إذن حصير 3.9 الكوريكت أنسر. خذ مثال آخر اللي هو عملية الضرب للرقمين هذولا. في عندي هنا 3 أرقام معنوية وهنا 2 رقمين معنويين، إذن حيكون عندي هذه الإجابة على الكوريكتر أنسر، حيكون حيحدد الإجابة اللي هو هذا الرقم اللي هو رقمين بعد الفاصلة. إذن 1 2، إذن أخذنا 11، بعدين طلعنا على بعد الفاصلة 9، اللي هي 9 تقرب إلى 1 حيصير إيش؟ 2، إذن حيصير 12. إذن الكوريكت نمبر الكوريكت أنسر يساوي 12. المثال هذا طبعا حتيجي تحسبه بنفس الطريقة اللي احنا حسبناها من شوي. برضو نواصل في الساينتيفيك نوتيشن لانه الموضوع كله مرتبط ببعضه، خلينا ايش يعني بلاش نجزئه. الساينتيفيك نوتيشن اللي هو الارقام ايش الاسية، يعني والارقام الاسية طبعا كلكم عارفين الكلام هذا، ما حدش فينا بيعرفش ايش الرقم الاسي، كيف نحول هذا الى رقم اسي. طبعا زي ما انت شايف، اذا والله ما فيش ديسيمال بوينت زي ما انت شايف والرقم هذا كبير، باجي اشوف هنا وكأنه عندي فاصلة دوت وفاصلة وهمية، فاصلة وهمية هذا اللي هو الرقم الاول. الرقم الثاني لاحظ انه في عندي هنا فاصلة عشرية وكل صفار بعد الفاصلة العشرية، كيف هذا بدي احوله الى رقم اسي وكيف هذا بدي احوله الى رقم اسي؟ اذا كان والله ما يعني يعني ما فيش الارقام ما فيش الديسيمال بوينت هذه موجوده، اذا حيكون بالموجب الاس، حيكون بالموجب هنا الاس حيكون بالسالب في هذه الحاله اللي هي الاصفار بتيجي يعني بعد الفاصله العشرية وما فيش قدامها اي رقم عادي. اذا هنا الساينتيفيك نوتيشن حتيجي اقول عد هنا، اقول الفاصله العشرية بدك تقدمها كل الاصفار هذه لعند الهان، تقدمها لعند الهان مثلا، هقول كم رقم هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. هنا اذا حيصير عندي 1.6 اللي هو تايمز 10 to power 21، يعني حيصير 1.6 مضروب في 10 أس 21، مضروب في 10 أس 21. إذن هذا هو الرقم الأسي، هذا scientific notation. الرقم هذا نفس العملية لكن حيطلع بالسالب، حاجة أقدم الفاصلة لعند اللهان، حيكون عندي كم صفر؟ عدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. اذا حيصير او 21 من يعني انت كان انا اخطات في الحد، حيصير 3.0 تايمز 10 to power -21. يعني هنا بالموجب هنا بالسالب لانه الفاصل الديسيمال بوينت موجوده اللي هو على اللي هو يسار على يمين الرقم. طبعا هنا قلنا ايش 21 هو 23 لانه احنا حسبنا 23، اذا هنا حيكون 1.6 × 10^10 أس 21 بالموجب زي ما انت شايف مونيكيلز. في الحالة الثانية 3.0 × 10^-23 حسب عدد الارقام الموجودة هنا، حسب عدد الارقام الموجودة هنا لما قدمت الفاصلة. هنا بقول converting from the decimal to scientific notation،
بدك تحول من فاصلة عشرية إلى أرقام أسية، إلى رقم أسي. خذ المثال هذا، خلينا ندخل على الأمثلة مباشرة عشان فهمك كويس. شوف هنا في عندي decimal point is moved to seven places. هاي decimal point الوهمية، في هنا صفر وهمي أو فاصلة وهمية، إذن حتقدم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ستة سبعة، إذن حسير تسعة وثلاثة من عشرة في عشرة أس سبعة، اللي هو تأكيد على الأرقام الماضية. هنا بدك ترجع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هاي الستة، إذن حيكون ثلاثة أس سبعة من عشرة في عشرة أس ناقص ستة، في عشرة أس ناقص ستة لأنه رجعت الفاصلة باتجاه اليمين. significant figures and scientific notation برضو نفس العملية، هي significant figures وهي scientific notation. the number 63.0 63.00. لاحظ انه كل الأرقام موجود فيها 63 63 63، اختلف في أنه الأولاني ما فيش فيه صفر، الثاني فيه صفر، الثالث فيه صفرين. إذن هنا عدد الأرقام المعنوية 2، أنا بدي أحوله لـ scientific notation. إذن الفاصلة الوهمية اللي هنا، الفاصلة العشرية أو الضوط اللي هنا وهمي موجود، حقدمه خانة واحدة، إذن هنا قدمته خانة واحدة، إذن صار 6.3 times to power 1. إذن هنا في عندي 2 significant figures. في الحالة الثانية برضو حقدمه الصفر، الصفر اللي هنا حقدمه كمان خانة، إذن صار عندي 6.30 في 10 أس 1 3 significant figures. في الحالة الثالثة برضو حقدمه كمان خانة واحدة، إذن حيصير 6.3 والصفرين موجودين، موجود زي ما هم في 10 أس 1، إذن حيصير في عندي 4 significant figures. المالتيبليكيشن ديفيجن ان ساينتفك نوتيشن، يعني عملية الضرب والقسمة وعلاقتهم بمين؟ بالأرقام الأسية، بعلاقتهم بالأرقام الأسية. تعال نشوف الكلام هذا عندنا. في عندي أنا رقمين زي ما أنت شايف، هذا رقم أسي وهذا رقم أسي. كيف هذول الاثنين مضروبين في بعض؟ إيش نعمل؟ بنقول إنه الأسس في الضرب تجمع، الأسس في الضرب تجمع، هاي الأسس في الضرب إيش تجمع، وبعدين بعد ما نجمع الأسس نضرب الرقمين هذول الاثنين في بعض ونطلع النتيجة. تعال نشوف الكلام هذا موجود عندنا ولا لا. هاي في عندي الرقمين هذول هينا ضربناهم في بعض، طلع عندي 3.6115، هذا في الكالكوليتر انسر. طب عندي كم رقم معنوي فيهن؟ 1 2 3 1 2 3، اذا 3 ارقام معنوية، اذا الاجابة حيكون فيها 3 ارقام معنوية، اذا حاخذ رقم 2 3 والواحد والخمسة اكنسلهم. اذا هذه اول نقطة. حاجة للأس، 10 أس 3 في 10 أس 4، إذا 3 زائد 4 يعطيني 7، إذا حيكون 10 أس 7، إذا حقول 3.61% في 10 أس 7، 3.61% في 10 أس 7، انتهى الإجابة. هنا نفس العملية، حقسم القيمتين الموجودين عندي هذولا في البداية على بعض وطلع الإجابة. هاي قسمناها على بعض وطلعنا الإجابة، الإجابة زي ما أنت شايف اللي هو الكالكوليتر أنسر إجابة طويلة، لكن عدد السيجنفكانت فيجرز 3، إذا لازم أخذ 3 أرقام، إذا 1 2 3 ويجي بعد 8 هذه 8 ثاني، إذا 8 تقرب إلى 1 صحيح، إذا تصير 9، إذا 2.79. بعدين الأسس في حالة القسمة تطرح 10 أس 6، إذا 6 ناقص 4، 10 أس 6 ناقص 4 بيساوي 10 أس 2، إذن حيصير 2.79 times 10 to power 2 10 to power 2 زي ما أنت شايف. والكلام هذا نفس العملية. Uncertainty and scientific notation، عملية الإبهام وعلاقتها بالscientific notation بالأرقام الأسية، بالأرقام الأسية.
نيجي ناخذ الرقم الموجود عندي 3.72 تايمز 10 تو باور ماينس 3. هنا uncertainty in coefficient exponential term uncertainty in number uncertainty in number. The uncertainty is needed when times to power minus 5 can be readily seen by rewriting the number in decimal notation. Rewriting in the decimal notation. يعني الآن حنروح نعمل اللي هو الرقم الأس هذا ونرجع نحوله إلى رقم عشري. إلى رقم بهذه الصورة كسري. إذن حيكون عندي إيش؟ هنا فيه الثلاثة. إذا حيقول الديسيمال بوينت هذا حتتقدم ثلاث خانات، أي واحدة هي اثنين هي ثلاثة وحتيجي الديسيمال بوينت. إذا حيكون 0.00372